الإعلامية نوال الكويتية بما يخص. أنا قلت لكم يوم أكو خبرين صح وعادتكم أنه أكو خبرين محليين وأكو خبر عربي. الخبر العربي هو يخص الفنانة نوال الكويتية، هي فنانة طبعا معروفة على المستوى العربي وحتى العالمي. نوال الكويتية خاضت تجربة استخدام اللقاح اللي هو ضد كوفيد 19 يعني كورونا، وأيضا بهذه الحالة تكون قد انضمت نوال الكويتية إلى قائمة المشاهير والفنانين اللي جربوا هذا اللقاح. وتحدثت اليوم نوال الكويتية عن سهولة هذا اللقاح، وأيضا شاركت نوال الكويتية متابعيها عبر أيضا القصص القصيرة لحسابها في الانستغرام مقطع فيديو وهي تأخذ الإبرة الخاصة باللقاح معبرة عن سهولتها. وبهذا تكون الفنانة نوال الكويتية قد انضمت إلى قائمة الفنانين والفنانات الداعمين لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد خروج بعض المشاهير في هذا الشكل وهذه الهيئة. وأيضا قالت أنه هي تجربة جميلة وممكن أنه تخليك تشعر بالاطمئنان الكامل. دعواتنا إلها بالصحة والعافية ولكل مستخدمي هذا اللقاح. أما أني ما عليكم بي، أنا ما راح أستخدم هذا اللقاح حتى لو جلي يمي، يعني ما أعرف إلا أشوف عدد كبير يستخدمه يعني من ناحية وقائية أو أطمئنان. إذن هذا ما بحوزتنا اليوم مشاهدين أو متابعينا من أخبار تخص مواقع التواصل الاجتماعي. أرجع وأقول حابين تتعرفون اليوم على